بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، نتابع حديثنا عن أعلام الصحابة، هؤلاء الذين أناروا لنا الطريق، هؤلاء الذين تتلمذوا على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين تركوا لنا أروع أمثلة لحياة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. واليوم نتحدث عن علم من أعلام هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الذين خلدوا ذكراهم إلى أن تقوم الساعة. اليوم نتحدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. طيب، من هو سعد بن معاذ؟ سعد، إخوة الإيمان، هو سعد بن معاذ ابن النعمان، أنصاري من الأنصار ومن بني الأشهل، كان يكنى بأبي عمرو، أمه كبشة بنت رافع، لها صحبة. ما معنى لها صحبة؟ أي أنها صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وحسن إسلامها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت بعد ابنها سعد ابن معاذ. طيب، هذا هو سعد. عندما ننظر إخوة الإيمان إلى أسرة متكونة من أم وأب وزوج وزوجة، فمن هي زوجة سعد؟ هي هند بنت سماك، أيضا من بني الأشهل، وأيضا هي أنصارية، هي عمة أسيد بن حضير الذي تحدثنا عنه. هذه تزوجت مرتين، وتزوجت أخوين. الأخ الأول الذي تزوجها هو أوس بن معاذ الذي ولدت له الحارث، أسلم وشهد بدرا ثم توفي، فخلف عليها أخوه سعد، فأنجبت منه عبد الله وأنجبت منه عمرو، وأسلمت وبايعت. هذه هي الأسرة المصغرة. نعود إلى سعد. سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من أطول الناس قامة، وكان من أعظمهم، كان رجلا أبيض جسيمة، جميلة، حسن اللحية. بعض الأحيان إخوة الإيمان، اللحية تزين المرأة، تكسبه وقارا، تكسبه جلالا، تكسبه جمالا. وكان سعد من هؤلاء، كان سيد قومه، كان رئيس الأوس. ونحن نعلم أن هناك فرقتين، الأوس والخزرج، فكان رئيس الأوس وكان زعيم قبيلة بني عبد الأشهل. في الجاهلية كان صاحبا لأمية بن خلف القرشي الذي قتل في بدر كافرا، وكانت قبيلة بني قريظة هي موالية له ومن حلفائه. طيب، الآن هذا هو سعد. سعد، إخوة الإيمان، أسلم قبل الهجرة بعام، وكان عمره عندما أسلم 31 عاما. طيب، تعالوا لنعيش قصة إسلام سعد بن معاذ. إخوة الإيمان، سعد هذا لما حضر موسم الحج، تعلمون أن الحج حتى في الجاهلية
ينفر إليه كثيرا من هؤلاء الذين يبتغون أداء الحج. فنفر بعض من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبره وأن الله اصطفاه ليكون نبيا لهذه الأمة وللعالم أجمع. قرأ عليهم القرآن فلما سمعوا قوله أنصتوا واطمأنت قلوبهم واطمأنت نفوسهم إلى هذه الدعوة الكريمة. كيف لا إخوة الإيمان والمتحدث هو حبيب الرحمن والداعي هو الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يكون الكلام الذي يخرج من الحبيب ينفذ إلى قلوب الناس؟ فاطمأن هؤلاء إليه وانشرحت صدورهم إلى دعوته. وما من دار من الأنصار إلا وأسلم فيها ناس. ثم بعثوا إلى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله ابعث لنا رجلا من قبلك يدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. طيب، إذن لابد أن يختار الحبيب المصطفى رجلا فيه من الكفاءة ومن القدرة ما يتحمل هذه الأمانة. فمن ترون؟ بعث حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليهم مصعب بن عمير، ولذلك كان أول رسول وأول سفير للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجعل يدعو الناس سرا وأصبح الإسلام ينتشر شيئا فشيئا. وأسلم سعد بن معاذ في المدينة على يد سفير الإسلام كما قلنا مصعب بن عمير. ولما أسلم سعد قال لبني عبد الأشهل الذي هو منهم، قال لهم قولة سطرها التاريخ، قال لهم كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. شهد بدرا وشهد أحدا وشهد الخندق. طيب أحبتي وإخوتي في الله، تعالوا لننظر أي أثر يتركه حبيب الرحمن في من يصدق دعوته ويؤمن برسالته. نزلت آية يقول فيها الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. سبحان الله. فقرأ هذه الآية ثم أتبعها بقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من فئته. يريد من؟ يريد بذلك زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. إخوة الإيمان، إن أحببت شخصا كرهت أن تسمع عنه ما يسيئه. وهذا ابن عباس يروي يقول كان المسلمون يسمعون حين يقول اليهود يقول للنبي راعنا. هذه الكلمة تحمل أكثر من معنى.
المسلمون كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الطلب راعنا، أي رغبة منهم في مراعاة الحبيب المصطفى لهم. لكن هذه الكلمة كان يتخذها من؟ يتخذها اليهود، فيسبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون راعنا مما؟ من الرعونة. نحن نقول في حديثنا، نقول فلان أرعن. فإذا ما قال المسلمون لهؤلاء اليهود لما تقولون ذلك، يقولون نحن لا نسب، إنما نقول راعنا، أي على جهة المراعاة. فبين الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن هذه سبة يريد المسلمون اليهود أن يسبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يخاطبون بها النبي ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للحبيب المصطفى لأضربن عنقه. شوفوا الناس كيف كانت تغار، تغاروا على الحبيب، تغاروا على الدين. كم هتك عرض، كم نسمع نحن في يومنا هذا، كفر بآيات الله، سباب للدين. نمر نحن أمام هذا دون أن نتأثر، دون أن نغار، دون أن ندافع عن هذا الدين العظيم الذي ضحى الآباء والأجداد في سبيل إيصاله إلينا. سعد بن معاذ كان يقول: والله لو سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقا. ما أعظمك يا حبيبي يا رسول الله، كيف ربيت ناشئة، كيف ربيت أجيالا، كيف ربيت أمة ستبقى شاهدة إلى يوم القيامة على عظمتك، لأنك أنت أخذت المدد والنصرة والعون من الله سبحانه. ولذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لذلك إخوة الإيمان، إنما نزل قول الله تعالى ليبين للمسلمين أن الحجة التي يستعملها هؤلاء اليهود ابتعدوا عنها. طيب، الآن نريد أن نقف على أهم الملامح التي هي في شخصية سعد بن معاذ. سعد بن معاذ إخوة الإيمان كان غيورا جدا. قصة يذكرها المحدثون: لما نزلت آية التلاعن قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ إني أشهد أن سعدا غيور، وإني أغير من سعد، والله أغير منه. إخوة الإيمان، يعني يقول سعد: يا رسول الله، نزلت آية التلاعن، أنا عندما أجد رجلا مع امرأتي في حالة زنا أأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء ليطلعوا على الزنا ثم ليكون الأمر؟ والله لأضربنه بسيفي. شوفوا إخوة الإيمان، الإيمان كيف
يجعل الإنسان غيورا على دينه، غيورا على عرضه، غيورا على ماله. طيب هذه غيرته، نأخذ رجولته، فهو كان سيدا في قومه. سبحان الله إخوة الإيمان، حين قدم سعد متشتما على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما من أجل خوفه على قومه منهما، قال لمصعب: يا مصعب، جاءك والله سيد إن يتبعك لا يتخلف عنك من قومه اثنان. أي لو أنه آمن سيؤمن كل من يأتي من قومه لأنه سيد قومه. وقبلها كان قد قال، سبحان الله، شوفوا التاريخ كيف، وقبلها كان قد قال: أسيد بن حضير وهو سيد في قومه لمصعب بن عمير، قال لمن؟ لمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة حين أعلن إسلامه: إن ورائي رجلان إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. ماذا يقصد؟ يقصد سعد بن معاذ. ولذلك إخوة الإيمان كان يظهر هذا حين أعلن سعد إسلامه، وقف مرة على قومه. شوفوا الرجل المؤثر، السيد في قومه، عندما يتحدث الكل ينصت، الكل يستمع. ماذا قال لقومه؟ يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا. ففي ذات اليوم الذي أسلم فيه هو تبعه كل قومه وعشيرته وقبيلته بنو عبد الأشهل، فأسلموا جميعا بإسلام سعد بن معاذ. إخوة الإيمان، للحديث بقية، وسنكمل حديثنا مع سعد بن معاذ، هذا الرجل العظيم الذي بمجرد إسلامه أسلم قومه معه. نقف عند هذا لنتابع إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله في حلقة قادمة بقية سيرة هذا الرجل العظيم الذي تتلمذ على يد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.